السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج مع ماما نعيمة. كل مرة نجيب لكم شاف ولا هاوي ولا محترف ولا حتى مواطن عادي يحب الطبخ يجي معنا في هذا البرنامج باش يورينا الوصفات تاعو ولا الموهبة تاعو في الطبخ والحلويات. اليوم جات معنا الشاف زينب، مرحبا بها معنا. تفضلي تفضلي شاف. يسلمك يزيد فضلك. مساء الخير ماما نعيمة. مساء النور. مساء الخير ومساء النور لكل متتبعي أوفياء الجزائر يا أنوان. بيان سور محبي برنامج ماما نعيمة. ماما نعيمة يعطيك الصحة، صافي بليزير راني معاك. الإشرف كبير كي راني واقفة معاك اليوم. الله يسلمك، وإن شاء الله تكون حصة شابة وتجوز بيان إن شاء الله وتنتفعوا معنا. ما شاء الله عليك، ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بركة. ألوغ قولي لنا فاش مختصة وش مولفات خدمي؟ بون، زينب موحوش معروفة بحلويات أم هند. فوالا. منطقة الأخضرية، ولاية البويرة، مكونة الحلويات التقليدية. فورماتريس. فوالا، الحلويات التقليدية والعصرية، أستاذة مادة لغة عربية. ما شاء الله عليك، متشرفة بيك رقية. شرف لينا أختي، شرف. مرحبا بك. يسلمك. واش نقول لك؟ واش جبتي لنا اليوم؟ بون، اليوم جبت لكم إن شاء الله حلويات للعيد إن شاء الله. اليوم معنا إن شاء الله جبت لكم الكعكعات ولا الحنيونات، كل واحد واش يقول لها. مطلوبين بزاف هذه الوصفات، مطلوبة. كما نقولوا مائدة العيد لا تخلو من الحلويات التقليدية. ألوغ لا الكعكعات ولا العرايس ولا حاجة مسكرة فوالا. يعطيك الصحة. يعيشك. صديق لنا المقادير. دونك نبداو مع الكعكعات إن شاء الله. بسم الله على ربي إن شاء الله. عندنا أولا عندنا 500 فارينة. عندنا 300 غرام مارغارين. عندنا قرصة ملح. عندنا لافاني. ونطمو بماء ومزهر. ما شاء الله. بون، هاد لاغوسات هي اقتصادية، اللي حبت تدير بالكيلو أنا قسمتها. هي في الكيلو مارغارين فوالا تقدر تخرج لكم حتى ل 47 حبه، معناتها زاكيه ومليحه. يعني 47 حبه تقدروها ديروا كيلو تقسموه بين حاجه مسكره وحاجه بطاليه. ما شاء الله. معناتها عصفورين ذروه. تفصيل ما شاء الله. يسلمك يعيشك. تفضلي معنا. وطريقه التحضير كذلك جد سهله، نبداو على بركه الله. اذا ندو ريسيبيون، بسم الله. نديروا اول حاجه الفارينه. فوالا انا قسمت لاغوسات على اثنين، معناتها عندي 500 فارينه. دونك عندي 300 مارغارين. بون، لا مارغارين هنا تكون غامولي هكذا بدرجه حراره المطبخ. فوالا نديرو لا مارغارين، اللي يحب تون بلاصيها بالسمن تقدر، ماشي مشكل. الله يبارك عليك ما شاء الله. يسلمك، فرحتيني. كاين دي شاف يجوا معايا ما يهضروا والو، يقعدوا في الوصفه يقعدوا ساكتين ما يهضروا حتى حاجه، وانا نقعد لوك 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 لوك. دونك انا موالفه مع لي كونديدا تاعي، صافي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يكون المعلومه باك توصل صحيحه. لا لا شوفي راح توصل. يعيشك، ربي يحفظك ماما نعيمه. نزيدوا معاها قرصه ملح، بيان سور ماده حافظه وكذلك يعدل الذوق. قرصه هكذا بين صبيعتينا فقط، هذا ما كان. فوالا نزيدوا لافاني بيان سور لازم. مغرف ماما نعيمه اذا معليش صغير. ايه كاين بيان سور، اكيد. شوفي هنا هاي سي بون، هاي هاي سي بون، خلاص هاي تري بيان. هاكا هاي ليك لافاني، معليش ديروا كميه مليحه. فوالا. ومن بعد واش نديروا لها؟ احنا هنايا نصابليوها، معناتها نبسوها مليح مليح، ندخلوا مليح لا مارغارين مع الفارينه هكذا، ما تخافوهاش. لازم مليح هكذا، شوفوا بهذه الطريقه دخلوا هكذا، لازم ما تقعدش كامل الفارينه تبان، تتصاب لا جوغ تولي لكم كيما قولي لي عليها ماما نعيمه الغريبيه، تقولي صاي لاباط هاي مطمومه. فوالا. يخصها بك شويه سائل. فوالا نطموها من بعد بمزهر. هاوليك هذا هو. فوالا لا بصح تنبسوها ماما نعيمه. مازال ما وجدت روحي برك. اوكي داك. وجدت روحي برك باش تجيني قريبه ليا. خلاص. هذه دونك هكذا. تاخذي راحتك صاب ليا وانا. فوالا لازم تصيبيني وجده. يعيشك ربي يحفظك. بون هكذايا نصابليوها تخي تخي بيان. كيما قلتي سمحونا على الكلمات هابو. ما غالب شغل اوتوماتيكمون نهضرو كلمه بالفرنسيه. دونك كل جزائري لا يدخل لابد. هي فوالا عندها علاقه، هي من الاحسن نستغناو. احسن فوالا جوستومون، من الاحسن من الاحسن نستغناو عليها، ان لغتنا العربيه
تكفينا. ما حبيتش نجاوب. وتوفينا. اكيد تكفينا. لا في الكلام. اللغه, لأنه اللغة الام, اللغه العربية, لغه القران, لغه الضاد. لا امي نعيمه قصدي انه كاين امهات كاين اللي ما يفهموش اللغات ولا الكلمات هذو اكيد بالفرنسيه صافي كلمه من احسن نستغناو عليها. الشرف تاعنا اللغه العربيه. اش بيك اللغه تاعنا الام اللغه الاصليه. يعني قلت كلمات باللغه الفرنسيه كاين اللي ما يفهمهمش دونك في الشرح من الاحسن ان نستغناو عليهم. نستغناو عليهم تكلموا باللغه الدارجه ولا باللهجه الدارجه. فوالا ونكونوا اعلس ثاني هكذاك. دونك نصابليوها طري طري بيان. نحن نحاول باش نوصلوا المعلومه معناتها بجميع الطرق. هذه هي. وفي كل مره اعتذر واكرر الاعتذار على الكلمات باللغه الفرنسيه. هذه هي. دونك هكذا نصابليوها طري طري بيان. اللون تاعها ولا اصفر. فوالا. قلتي 500 غرام فارينا و300 غرام 300 غرام مارغارين ولا سمن تكون غاميولي ماشي دايبه. بالكيلو عندكم كيلو فارينا وعندكم 600 غرام مارغارين ولا سمن غاميولي ثاني ماشي دايب السمن. ديروا هكذاك دونك شوفوا كيفاش تولي هاي ليك لا تيكستور تاعها هاي ليك تولي جور غريبيه. فوالا دونك هنا نبداو نطمو بها مزهر. معليش ماما نعيمه ديري لي مزهر. اكيد بيان سور. فوالا بلا عقل برك هنا خذوا حذركم مع الماء بالعقل. بسم الله زيدي لي ماما نعيمه. ماما نخاف تحصلي فيا. لا 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 دونك شوفوا كاينه هنا طريقه كي تكونوا ما نعجنوهاش بيان سور كاين بزاف اللي يقول لك ما نعجنوهاش نطموها بصح كيفاش نطموها يدك هكذا يدك تخدم كيما تخدم البيترا هكذا باش لاباط تاعك ما تتعجلكش. فوالا سمحوا لنا برك يعطيك الصحه على الشرح والتفصيل. يعيشك ماما نعيمه يسلمك ربي يحفظك. اسكو نزيد زيدي لي فوالا زيدي لي مازال زيدي لي فرغي راكي تحصلي فيا. ما نحصلش لا لا دونك هكذا نكملو نطمو بيان سور. فوالا زيدي لي ماما نعيمه شويه. بسم الله. يعني القوام تاعها يجي متوسط. متوسط. له له طري وله اكيد. دوك نوري لهم لا تيكستور تاعها كيفاش تكون. القوام تاعها كيفاش يكون. كيفاش يكون فوالا. ما فيهاش لو كان رشه سكر ما فيهاش. لا لا ما فيهاش. بون هي تقدري ديري مغرف بصح مش ضروري. في الوصفه تاعي ندير رشه سكر اوكي باش ما تجيني سانطه. فوالا دونك هي علاش كي تتسكر وتطلص ديجا هي حلوه. يعطيك الصحه بارك الله فيك. برك شويه برك ماما نعيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. فوالا مع الاخر نبداو نخافوا. فوالا سي بور سا تنخاف. بون بالنسبه للفارينه دائما ننصحهم في الحلويات التقليديه دائما يستعملوا الفارينه اللي تكون نوعيه جيده. اكيد فوالا فوالا نوعيه جيده باش تنجح لك الوصفه نتاعك وتعطيك نتيجه. اسكو ما تسحقيش الماء. سي بون المزهر بلوتو. نورمالمون سي بون سي بون هكذا. هاي تخي بيان. فوالا دوك نشوفها دوك نسيي ماما نعيمه ونشوف كيفاش تعرفوا بلي العجينه نطمت سي بون ها ماهيش تلصقنا في الريسيبيون تاعنا وين نخلطوا ما تلصقلكش معناتها سي بون. سي بون معناتها سي بون. داكوغ. دونك هنا كيفاش نعرفوا بلي لاباط تاعنا سي بون حنا نسيوها كيفاش نسيوها نديروا يا اما اون بول هكذا كوريه كوريه كيف كتشكل في يدينا معناتها فوالا سي بون هكذا نديرو هكذا شوف هكذايا باش نعرفوا بلي لاباط تاعنا العجينه ما تسحقش الماء نديرو هكذا اذا شفناها تشقق معناتها نزيد لها شويه معناتها دوك مازالها مخصوصه هكا تشقت ولا سينو نديرو هكذا نديرو هكذا حربوش حركه فوالا هكذايا نقسمو هكذا اذا شفناها تشقت معناتها مازالها مخصوصه ما هكذا معناتها نزيد لها شويه مزهر معانا تفضلي حنا دوك تريح تاني تشرب ما تنساش بلي كي تريح تشرب فوالا صحيح دونك ما نديروهاش ناشفه بزاف فوالا تخي بيان سورتو فاينا كي تكون نوعيه جيده كيفاش يقول لك تشرب 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 والنوعيه الجيده هي اللي تشرب هي اللي تشرب هي اللي تشرب فوالا صح اذا شتيها ما شربتلكش معناتها انه النوعيه تاعك مش تاع الفارينه ماشي ماشي ما تصلحش لهذا النوع تاع الحلويات فوالا هكذا فوالا سيبو هكذا سيبو ما نزيدلهاش ماما نعيمه سيبو فوالا نخلوها تريح نخلوها تريح تغطيها بابي فيلم قبل هذا بيان سور تخليها تريح واحد خمس دقائق حتى العشر دقائق ابخي نوزنوها ونحطوها نغطوها بابي فيلم ونخبيوها نحطوها فريجيدار تحتها ولا كنتي في الشتا برا معليش تكفي بون الوزن تاعها حنا نوزنوها كوريات دوكا نوزنو قدامكم عندنا وزن الكوريه تاع العجين تكون 38 غرام فوالا وزن الحشو تكفي في المول هذا دوك نعت لهم مول باش تجيهم سهله قادرين يخدموها سور بلاص وتجيهم على حبه في المول تجيهم على حبه على حبه ثاني هذه الوصفه في من مليحه زعما تكوني مزروبه ولا
تي با اوبليجي تخلي لاباط تريح ولا تبات ولا، باسكو حنا الحلويات التقليديه كيما نعرفوا لازم يباتوا باش يعطونا الطوع وتعطيك نتيجه مليحه. دونك كي تكوني مزروبه ودرتي هذه الوصفه طيبيها ديريكتومو في ليمول، هذوك سبيسيال تاع الكعكات دوك نوريهم لهم سور بلاس، صافي ما حاش يروح للشكل تاعها ولا تبقى على حالها على حالها. فوالا دونك الوزن تاعها 38 غرام هكا. نوزنوها ونخلوها تريح، كي تحبوا تخلوها تريح ووزنوها وخلوها ما تخلوهاش هكذا. توزنيها 38 تحطيها تغطيها بالك ويقيسها لهوا باسكو تنشف تشقق لك سي بون. بصح كنا نروحوا للحشو تاعها، الحشو فوالا الحشو تاعها فوالا نشلي يديا هذه نخلوها تريح العجينه ياك. تريح تريح خلوها تريح فوالا ونروحوا مباشره للحشو تاعنا. أعطوني بابي بابي ها وموراك كاين تفضلي هاك خذي راحتك انا هنا باش نعاونك يعيشك وباش نريحك. هذه كملتي منها الزبده سي بون خليها هنا ومن بعد نلقصوها. زيدي لي البابي. نزيد لك البابي كاين بابي تاعنا نوفا ما نستغناوش عليه فوالا، سهل الاستعمال سهل الاسم هايل ما شاء الله نستعملوه جميع الاستعمالات. راهو ساعدنا بالبزاف. اوكي. دونك واش نديرو؟ نوزنوها قبل، نوزنهم 38 غرام ونحطوها فوالا في الميزان تاعنا. هاي ليك. قلنا لازم نحطوها. ما توزنيهاش كامل، وزني غير زوج حبات كيما نخدمو. اكيد اكيد فوالا. هذا المكان. هكذا قلنا باش نوريهم بلي تحطيها موزونة باش تريح. هكذا. نوزنوا 38 غرام باش نخدموا الحبات قدامهم. ما كاش مشكل، ما كاش حتى مشكل. نوزنهم خلوهم يريحوا، نخدموا الحشوه ومن بعد ندوروا ليهم. صحيتي فوالا. فوالا. اسيات نحطوا فيها ماما نعيمة. ما كاش مشكل، ما كاش حتى مشكل. هاي الوحده. كاينه. هاكا 38. نزيدوا. وحده باش فقط نوريوهم طريقه التشكيل. فوالا سي بون هكذا. مام الحشو ما تكثريش ها؟ فوالا ايه سي ديجا راني موجده ماشي. راكي موجده ايه. فوالا دونك نروحو للحشو. بون الحشو واش عندنا؟ عندنا 3 كيلات نتاع لوز ولا كاوكاو ولا كل واحد على ما يقدر. الموجود الموجود فوالا. انا هنا جبت كاوكاو باش نعطيكم واحد لاستيوس كيفاش تنحوا الكو تاع الكاوكاو من تفضلي. فوالا انا هذه فوالا هذه طريقتي كيفاش نخدم انا، وكاين بزاف اللي كينخدم يعني بشهاده الزبائن واللي يخدموا عندي. كان دي فان ندير كاوكاو ما يقولوش كامل باللي كاوكاو. ومنكم نستفيد. يعيشك ماما نعيمه. بون واش نديرو؟ نديرو 3 كيلات عادي الطريقه التقليديه، 3 كيلات بكيله كاوكاو. الكاوكاو كيفاش دير؟ جيبي نص بالقشور ونص بلا قشور، تقليه كيفاش نقولوا حنا تقليه في الكوشه. تحمصيه فوالا تقليه فوالا. دونك ترحيه ميلونج كيف كيف هاوليك مرحيه ترحيه كيما الطعام. ترحيه كيما الطعام. عندنا هنا 3 كيلات بالقشور قلتي ولا نص بالقشور ونص بلا قشور؟ فوالا نص بالقشور ونص بلا قشور. فوالا عندك كيلو هكذا كيلو هكا طال هكذا طال هكا تخليه تقليه وترحيه. لازم رقيق كي الطعام ما تخليهوش خشين باش تجيكم العقده سهله تنطم سهله تنطم وتجيكم عسله تخدم مليح. دونك كيفاش نديرو؟ بسم الله. واش عندنا؟ قلنا عندنا 3 كيلات كاوكاو بالقشور هكذا هاوليك 3 كيلات. عندنا كيلة سكر. السكر ونحطيناه ماما نعيمة ما كاش مشكلة، ما كاش حتى مشكل ماشي هذا السكر. فوالا فوالا هنا انا ندير نص كيلة ندير نص كيلة سكر باش ما يجيناش حلو. فوالا ديجا فيهم طلية هما فوالا ولا يكونوا مسكرين. دونك لازم ندير نص كيلة انا سكر هكذا ندير شوية لافاني فوالا. دونك هنا يقولوا لي نستغناو على قشور القارص ولا في الحشوة التقليدية. بون قرصه ملح بيان سور لازم قرصه ملح الدوق. في كل الحلويات لازم حشوات او يعني لاباط لازم قرصه ملح هكذا. دونك واش نديرو ثاني؟ انا عندي هذه لاباط اغوم تتباع بالميزان عند بائع حلويات لوازم الحلويات. لاباط اغوم تاع الكراميل فوالا تاع الكراميل هذيك ديريها في الكاوكاو وبطريقه اللي قلت لك عليها يعطيك كو الشباب يعطيك الكو تاع الجوز تاع اللوز فوالا ما تفيقيلوش كامل باللي كاوكاو هكذا. كاين اللي يدير الكراميل مع العلم فقط معناتها اوكي مثلا تقول لك عندها بندق كذلك البندق مع التجربه لاغوم
لاغوم تاع البندق فوالا. ثاني نحي الريحه تاع الكاوكاو. عندك كاغاميل ولا البندق؟ البندق واحد فوالا. فيهم فوالا. انا نخدم بالكاغاميل جينيرالمون. نخدم بالكاغاميل. الله يبارك الله يسلمك. هذه يعني انتم تقدروا تخدموا الحشوه التقليديه عادي، قشور القارص وزيدوا لهم الافاني عاديه فوالا. دونك نديروا قطره من هذه هكذا، ما تكثروش بس في دور بمروريه فوالا، ماشي حاجه اي فوالا لازم كل حاجه بالمقياس فوالا. دونك هنا عندك هادو راهم دكوتي. هنا واش نديرو هنا بالنسبه للسكر؟ السكر ما تخلطوهش مع الكاوكاو وتبقاو تعجنوا تعجنوا باش يذوبوه قبل. علاش؟ باسكو الكاوكاو ماما نعيمه كاين اللي يطلق كينعجنوه بزاف يطلق الزيت تاعو، يطلق الزيت ابخي يبس الكاوكاو كي نبقاو هكا نعجنوا فيه يطلق الزيت، يخرجوا له الزيت تاعو فوالا. انا طريقتي كيفاش هكذا نحط السكر دكوتي ندي مزهر هكذا شمقي قبل السكر وبعد فوالا صحيتي نفس طريقتي هكذا مثلا هكذا ندوب السكر كيما راه فوالا. ومام سي تجيكم سهله هكذا تجيكم سهله هكذا ذوبي السكر هنايا دكوتي باش تخلطي كلش فوالا. خدم اللي تبقى هكا تعجني. انا شحال من خطره كنت نديرها ابخي كان دائما الكاوكاو يخرج لي يابس ولا اللوز ولا في الحشوه سورتو الكاوكاو بس كيخرج يعني الزيت الحقيقه يعني الحقيقه امام الكاوكاو انواع يعني كاين كاين مشبع بالزيت كاين كاوكاو يكون مشبع بالزيت هذاك الخشين ماشي مليح هذاك الخشين الشباب اتونسيون ما تشروش جامي شنو هذاك الصغير ولا هذاك المفتت المجعيط كيما نقولوا حنايا هذاك سي لو ميور ما فيهش الزيت بزاف ما فيهش. انا ديغنييرمون ماما نعيمه جبت هذا الخشيله كي تقولي عليه يبان كي شباب كبير تقولي نشرب به لاتاي تاعي معمر زيت فينالمو فوالا ماشي كاع مليح هكذا نبداو نخلطو فوالا. كاين عفسه ثاني دوكا كي نبداو نخلطو الحاجه اللي تخلي لك لافارس تاعك معسله بزاف يقول لك كيفاش معسله كيفاش معسله السر تاعها انه نديروا لها مغرف عسل عسل ماشي اللي مخلط مزهر ولا شربت ولا عسل عادي اللي تشريه ولا تخليه بالمنزل هكذايا نديرو مغرف في الحشوه بيان سور هذاك المغرف يزيد وينقص على حسب كميه الحشو اللي عندك اكيد هذه هذه الاخرى تخلي المغرفه تاع العسل تخلي الحشو نتاعك معك معسل معسل فوالا سر من اسرار مانيش نزرب ماما نعيمه هاكي هايله ما شاء الله هاكي هايله الا كنت نزرب قولي لي لا لا هاكي هايله ما شاء الله يعيشك ربي كملي نفس الطريقه يعيشك هكا نزيدو هاكي توصلي المعلومه بطريقه دقيقه مدققه ان شاء الله يا ربي هذه مدققه زدتها من عندي اللغه العربيه راه اليوم غير مسكين تفكركر دقيقة مدققة دقيقة على بالي المعلومة صحيحة بصح مدققة ما على باليش بون دائما الحشو نتاعكم كي تشمخوه هكذايا شمخوه شويه جاري هكذا وتخلوه الحشو شوفي في كل حالات ما فيهاش في دقيقه الحشو دائما سيو خلوه يبات باش يتعسل ما مسي كيبات غدو ان شاء الله اذا صبتوه نشف عاودوا شمخوه هكذا زيدوا شويه مزهر فوالا يعني. هكا باش يقعد لك معسل بصح بهالطريقه تاع كي تزيدوا له مغرف عسل راح يجيكم معسل. قلنا وزن العجين 38 غرام وزن الحشو يكون 15 معناتها 15 غرام ولا تقدري تهبطي حتى 13 هكا صح صحيتي ماما نعيمه هكذا راني سوا سوا هكي هايله هايله عجبتيني يعيشك ربي هكي عجبتني دونك موالفه هكا حتى مشكل شوفوا هاي لك الحشو تاعنا كيفاش راه طري تقولي راه طري بصح ابخي شدي روحو سورتو كي تخليه يبات فوالا دوكا يبان لك طري فوالا بصح ابخي كي تخليه لانوي كامل ولا لاجورني كامل يشد روحو اذا شفتيه باللي صح كارك ما شاء الله فوالا الحشو قلنا طري هكا ابخي كي تخليه كامل الليل ولا كامل النهار حتى العشيه باش تخدمي خليه يشد روحو هكا خليه قلنا وزن الحشو اذا وزن الحشو قلنا 15 غرام فوالا حنا موجدين شويه فوالا نغسل يديا فوالا خذي راحتك خذي راحتك غسلي خذي راحتك عطاني برك بابي نعطي لك بابي ايه حطي قدامك وتصرفي هادو فارغين هادو ما نسحقوهمش هادو نتصور كملنا بهم دونك هادو كامل يروحوا باش نخلو المكان الشاف تاعنا تخدم الاز العجينه هاي وزنتها لاغوم كملنا به والصلاه على النبي صلوا على النبي عليه النبي الصلاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله عليه افضل الصلاه والسلام. اذا نبدا نشكل في عطني لي مول تاع الكعك تاع نعيمه فوالا حبه تكون لارجومون هنا وحبه هنا نفس الطريقه هي فقط نوري لهم الاشكال يقدروا باش ننتقلوا للمعضله تاع السيدات سيدات بزاف يبعثوا لي على الصفحه صفحه تاعي صفحه وصفات ماما نعيمه الصفحه الرسميه تاعي وصفات ماما نعيمه يبعثوا لي فيها اسئله باش نقولهم اللي شاف تقولوها لهم
مثلا عندهم مشكل في الطليه، دائما الطليه تكون يقول لك تيبس لي، طليه تتشقق لي، طليه ما تنشفليش. صح، هاد الاسئله كامل شاف ماذا بينا تمدي لنا كاع الاثار، اخذ منا هذه ومن بعد نروحوا للطليه. اوكي، نعطي لكم واحد الطريقه ثانيه ماما نعيمه. بالنسبه للعجينه كاين اللي زعما كي نوزنوا هكا ما تجيش على حبه سوقت اللي ما تستعملش هذوما، انا دائما نكيل منا لهنا ماما نعيمه. كي ديروا الحربوش في يدكم هكذا، شوفوا هكذا ديروا هكذايا. جاتني ضحكه شاف لا غجتني دوك انا كنت في قلبي قلت كل ما يدها كاين يدها كيما يدها واحد قال استنى انا يدي كبيره فوالا كاين يدها صغيره صحيتي دوك اللي كبيره ماشي تروح تضربها حتى لهنا جاتني ضحكه دونك هكذا يدها متوسطه كيما يديها هكا شوفوا هكذايا تحطها من لهنا مليحه مليحه هكذا باش تجيك على حبه بلا ما ضلي توزني وتعاودي. مام هاد المول صدقوني هاد لي مول هادو ما سلاكين لوحدين. قلت لك سور بلاص ما تخليش كاع لاباتيريا. مام كي زعما نقولوا عندك مول كيما هذا عندك غير واحد تخدمي الحبات تاعك لداخل تخليها في الثلاجة كوبات تخليها في الثلاجة وتنحيها تحطيها في سنيوة تحطي الحبة تاعك تحطيها من بعد تنحي تحطي في سنيوة وتعاودي الكرة وتعاودي الكرة ياك شاف داكور دونك هكذا تحليها دونك هنايا كيفاش كاين اللي حبها تجي فايتي من الداخل رقيقه فايتي هكا يكمل هكذا يكمل يحلها رقيقه ويدورها ويدورها فوالا سينو هكذا كي تكوني مزروبه هكذا بركات فوالا هكذا تكفي ما نكذبش عليك جو لا بريفير هكا هكذا فوالا ما تسلكيش هذيك لازم يكون عندك كيك عاد فايتي ما جاياش فوالا كاين بصح اللي زعما عنده الخاطر هذاك دونك انا هاوليك الحشو نتاعي هاني وزنته 15 غرام وحليته تاعي نحطو هكذايا دائما يكون عندكم من هنا شويه فراغ وشويه فراغ هكذا نسرحو نبداو نشكلو في الحبه نتاعنا دائما كل ما ترولي تضغطي تضغطي وعلاش باش نخرجوا الهواء فوالا كلها تضغطي هكذا ها تضغطي بون ماشي تروحي تضغطي حتى تخرجي الحشو لا 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 هكذا روحي هكذا بلا تضغطي برفق فوالا هنايا توجو غرقي هذا الطرف باش تغلقي بيان تري بيان رققي فوالا هكذايا ها شوفي واش نديرو ابخي هنايا جهه هكذا نغلقوها شوف هكذا والجهه الاخرى فوالا والجهه الاخرى نخلوها هكذاك وندخلوا الحشو تاعنا الداخل بيان سور فوالا هكذا ها ها ونعدلوها كاينه ثاني عفسه نقولها ماما نعيمه تفضلي هاي لك الحبه نتاعنا دوك حنا الحبه تاعنا ما نحطوهاش هكذا في المول لا لا نقلبو باش فوالا باش تكون الحبه تاعنا واقفه ماما نعيمه تجيني واقفه ما تجيش بلاطيه توجور سيوقفوها هكذا شويه قبل ما تحطوها فوالا قبل ما تحطوها انتم تقولوا باللي زعما يتخسر شكلها لا كي تحطيها في المول وطيب خلاص تعاود تعطي الشكل تاع المول بصح تبقى واقفه تبقى الحبه تاعك طالعه وتجي شابه تجي باهيه فوالا هكذا ان شاء الله تكون طريقه واضحه وضوح الشمس يعيشك هكذا نحطوها يعيشك هكذا نحطوها هكذا واقفه ابخي هي كي طيب تعطي الشكل تاع المول نفس الطريقه هنايا نزيدو حبه ولا ما كان زيدي لا لا زيدي حبيبه زيدي هكا قلنا نفس الطريقه يدي يدك ما كاش مشكل ما كاش مشكل يعيشك بون انتم ديروا لي مزحه فقط طيب مزحه فقط على يد كل واحد يدو اي فوالا هكذا يعني انا كي قستها شوفي تجيك نيشان مع المول تري بيان تجيك سواسوا مع المول هايله فوالا هكذا ان شاء الله برك ما رانيش نزرب لا لا ما كاينش تزربيك هايله ما شاء الله عليك يعيشك ربي يحفظك هكذا فوالا بالكوبات اذا كانت عندكم كوبات تعاونكم سوي منا منا تجيك سواسوا فوالا هكذا نشدوا الحشو نتاعنا فوالا هكذا دائما خلو شويه منا وشويه منا ما ديروهش قيس قيس فوالا دائما كي نرولي نضغط باش نخرج الهواء فوالا هكذا نضغط باش نروح ها فوالا قلنا دائما منا بون كي قلت لكم تحلوها هكذاك ماشي حنا تزيدوا تحكموا هكا تحلوها تحلوها حتى تولي طويله فوالا لا لا هكا جوست كيما تفتحيها انا وتحليها انا خليها الله يبارك هكا شويه برك فوالا دائما جهه هكذا نغلقوها شويه وجهه نخلوها مفتوحه وندخلوا العجينه تاعنا فوالا هكذايا نسووها بيان سور بيدنا ودائما الجهه هذه اللي تكون هي نديروها هي من تحت هكذا فوالا الله يبارك ما شاء الله يبارك في عمرك عجبتني الوصفه خفيفه ظريفه خفيفه ظريفه فوالا يعيشك سمح هكذا كيف كيف هنا نفس الشيء فوالا هاي لك
بون كاينه كاين بزاف اللي سقسوا على هذا الليمون ماما نعيمه تاع الكعكعات يقول لك واش ونراه اللي راه مليح اسك تاع هذا تاع 8 ولا تاع 6 ولا الكبير ولا بون المليح هو هذا تاع 6 ديك الحبه متوسطه شابه ماشي صغير هذا قد هذا ممسي في هادو ماشي صغير وماشي الكبير هذا المتوسط جاي في الوسط في الوسط قد هذا شوفي كي نديروا الداخل فوالا بارك الله فيك يعطيك الصحه على التفصيل وفي هذا تاع السيليكون دائما شرو هذا تاع 6 هذا مثلا هذا تاع 6 يخرج لك الحبه متوسطه شابه متحوفه الله الله كيما طاطا نعيمه يا عمري تعيش ربي يحفظك بون هكذا ننتقلوا مباشره نقول لهم يطيبوا على شحال من درجه بون يطيبوها على درجه 180 عادي كيما الصابلي نطيبهم داخل الليمون هكذا كيما راهم نسيت حاجه نثقبوهم ماما نعيمه قولي لهم فوالا ثقبوهم هكا دير لهم ثقوب بالكوردون ولا اي عفسه عندك اسكو كيعمروا المول يخليهم يريحوا لا لا علاش علاش هادو تمتم علاه رابيد جوغ في المول تمتم طيبي هاد لاباط طيبي ديغاكت ديغاكت الحشوة ملسة هايلة فوالا لاباط هايلة وتجي شوفوا لاباط تجي هشيشة ما شاء الله يعني ناجحة 100% هاد لاباط تاني ماما نعيمة نديروا بها العرايش نديروا بها تشارك مسكر والكعكعات يعني تمشي ما شاء الله ديري بها كل شيء واش تحبي دوكا واش نديرو شاف نروحو للمعضله تاع الجزائريات معناتها ماشي كامله ماشي كامله تحيه كبيره للسيدات كاميرا كاع ما خزرت فيها معليش معليش كيف كيف معليش راكي تشرحي والناس راهم يسمعوا فيك يعني كاين سيدات مبتدئات في الحلويات يعني صح صح يقول لك عندنا مشكل في الطليه منا اليوم الشاف راح تقدم لنا الطليه بطريقه محترفه ما تكثريش بك منها باسكو فوالا دونك هذا معليش فوالا هذا برك يكفينا ما تك... انت قولي لهم المقادير ودي لنا حاجه خفيفه يعيشك صحيتي فوالا دونك واش عندنا تفضلي هذه الطليه ماما نعيمه تقعد تريح حتى لشهر حتى لشهر تقعد تريح حتى شهر وناجحه ومضمونه وما فيها حتى حاجه تفسد ولا حاجه تقولي اونسي جامي طولت اونسي جامي تفسد اونسي جامي ضر لا لا تفضلي قولي المقادير يعيشك عندها دائما شدوا عفسه كيلو بها كاس بول سي با على حسب الكونتيتي اللي عندكم عندكم كيلا مزهر عندكم كيلا قارص عندكم كيلا حليب وكيلا ناقصه اندوا زيت صافي كلش كيلا غير زيت ناقص اندوا اندوا فوالا تفضلي مقادير يعني حطيهم زيد فضلك بون دائما نفوتوا نحطوا الحليب هو الاخر ما نديروش الحليب الاول باسكو القارص كان نديروا حليب على القارص هاي صح يروب يروب فوالا الدور كيما نقولوا ما تحطيش كلش حطي نص عجل السكر فوالا باسكو السكر راني نشوف قطره قطره فوالا باش تكفينا للسكر هذه انتوما كيلو قلنا كيلا مزهر كيلا قارص فوالا كيلا زيت بون عفوا كيلا حليب فوالا وكيلا ناقصه اندوا زيت ما شاء الله هكذا واش ديروا نخلطوا قبل السوائل فوالا نخلطوا السوائل ومن بعد نطموا بهذاك السكر ايه نطموا بالسكر ونديروا كولور بلون ملون ابيض مهما نديروا دي كولورون اخرين نسبقوا دائما في الابيض وعلاش باش تكون عندك كولورون اللي تحبيه يخرج لك لا كولور تاعو شابه لازم لاباز تاعك تكون بيضة تكون بيضة فوالا فوالا لاباز تكون بيضة باش يكون تحبي تخرجي غوز ولا فيغ يخرج لك شباب يخرج لي شباب فوالا صافي هذا سي نيسيسيغ بلون خليتيها بيضه تخرج لك بيضه شابه خليتيها درتي اون اوتر كولور تخرج لك شابه شابه فوالا فوالا هكذا ماما نعيمه تبداي تزيدي لي في السكر حاضر فوالا السكر مغرف نبدا بون هاد المرحله نتوما ديري لي تخلطوها بيدكم ما شو يعجنوها اي فوالا هكا بالعقل حتى تبدا تتقال فوالا باش نقص السكر باسكو جيناني تاع الدروس اوكي هذايا اها دوكا راني مليحه فوالا دونك هكذا بيدك تخدمي باش تخرجي لها كاين اللي حتى تخدميها اللي عندها بيتران بالكان تخدمها نورمال بالكان بالكان ماشي بالفوي فوالا هو الفوي دخلها الهواء ديال الفقاعات فوالا فوالا بالكان ما عندهم مشكل في الفقاعات قال كيجون عليه ايه الفقاعات هذيك باسكو داخلها الهواء دونك علاش يقول لك خدميها بيدك مليح فوالا باش ما ومام تريح الطليه مام طليه تريح لازم طي تريح صحيتي فوالا هكذا دونك هنا نقدروا نزيدوا كولور بلون اي ملون ابيض تكون ماركه شابه ايه تفضلي فوالا هم يتبعدوا كاب الميزان مليح وفوالا غير شويه برك يكفي نكملوا معليش ماما نايم مش ما بكش تشد خذي ايه. راحك خذي راحتك اه يلا انا هنا باش نعاون على بالي بلي مازال سيك غلاس فوالا دونك بون هنا راكي تخلطي مثلا شفتيها بون مليح كي هاي صرات لنا هذه باش نزيدولها السوائل فوالا دونك هاكي هاكي تخلطي ونشفت لك ما عرفتيش الكيل اكزاكت واش ديري انت يا دائما كي تخلطي هذو اللي قلت لك كيلا 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 خلطي دائما زياده كي ديريها ما ديريهاش كامل خلي شويه شفتيها باللي نشفت لك زيدي زيدي من هذاك الخليط بون احنا ما عندناش خليط واحد اذا نزيدو قطره قطره من كل عفسه
فهمتيني ماما نعيمه؟ باش نجيو نفس الميزان. فوالا جوغ انت كي تخلطي خلطيهم كامل في مره، اقسمي وخلي شويه، دائما خلي شويه ماما نعيمه باش اذا يبست لك عاودي جربيها. خلاص مفهومه الطريقه؟ مفهومه هايله. الناس كانوا يحوسوا على الطليه فوالا، عندهم مشكل معاها فوالا. دوكا القوام تاع الطليه كيفاش يكون؟ يكون لا سائل ولا فوالا، لازم كي ترفديه يكون يتقطع ثقيل غاجي فوالا. هكذا هكذا صافي، هكذا نزيدوا السكر، زيد لها شويه، اعطيني شويه برك. شو لازم كي تكون تتقطع ماشي رابيدمون تهبط، تهبط ثقيله. بسم الله. هاد العمليه نتوما بيدكم ما اذا معليش. عاودي فكرينا بك في الحلوه شحال طيب. بون طيب الحلوه، الحلوه في الوسط عطى لها حتى ل 20 25 حتى 25 حتى تقريبا نص ساعه في الوسط. طيب في الرف الوسطاني، في الوسطاني اي فوالا على 180 درجه. هيا هيلا عطيها 20 25 طيب دقيقه. طيب ماشي بيضه وماشي حمراء؟ فوالا ماشي حمراء، لا لا جامي تكون. بون دوك نوري لهم كيفاش تكون الحلوه تاعنا. فوالا كيف يكون شكلها. جبتي لنا حبيبات وجدينها مليك. فوالا هاي لك الطليه، شوف هاي لك ماما نعيمه. وري لهم وري لهم. فوالا هاي لك هكذا سي بون، هكذا ما نزيدولهاش، هاي تتقطع ما نزيدولهاش سي بون هكذا. دونك حنا جبنا معنا حبيبات طيبين فوالا. تفضلي داكوغ صحيتي ماما. دونك ها كيفاش تكون، ماشي حمراء وماشي بيضاء، الشكل تاعها دائري ما شاء الله. دائري فوالا يجي متحوف. شوفوا اللون تاعها ما راهوش بيض وما تخلوهاش بيضاء، كاين بزاف يقول لك خليها بيضاء، ماشي بيضاء، خلوها دوغي دوغي كلير، ما تخلوهاش تحمر على جال. لو كانت تحمر غير شويه الحشوه الداخل تيبس. دونك نخلوها هكذا لون ذهبي هكذا، وعادي نشدوها هكذا كيما راها ونطليوها. طريقه الطلي ماما نعيمه يعني الناس كامل تعرفها، حاجه سهله بسيطه. نقولهم حبيبه ما فيها معلش مش اشكال، مش مشكل حبيبه. ما عندناش لاغري ما جبتهاش معليش، نطلو حبه ونحطوها لهم هنا فوالا. خلاص ماشي مشكل. نطلو حبه كيما كان الحال فوالا، معليش ماشي مشكل لازم. اي كاينه واحد العفسه تما سمحي لي ارواحي منا في مكاني وانا نحوس عليها. هي هنا شدها هنايا شغل اون باسوار، تحطي الحلوه لداخل و هاي لك هاي تخي بيان. نحطو باش طيح لنا الطليه فوالا، باش طيح لنا الطليه. دونك اعطيني برك المغرف ماما نعيمه فوالا. مغرف حاضر حاضر، مغرف هاك كانت عندك هاي لك فوالا. دونك نتوما واش ديروا الطريقه الصحيحه للطليه؟ شدوا بون عفسه شباك ولا اي عفسه عندكم، طلو فوقها فوالا، حطوا الحبات شدوا لا كوبات، ارفدوا الطليه بلا كوبات وما ترفديش الحبه هكذا وديريها هنا وتوسعي عليها باسكو طيح لك وتعمر لك بالتخاشت اللي في مشاكل واحد اخرين. دونك نتوما تجيبوا الشباك اللي تطلو فوقه، حطوا فوقه الحبات تاعكم هكذايا، تشدوا لا كوبات هكذا، راهي محطوطه لا كوبات هكذا، ترفدي وتفوتي وتفوتي، خبطيها شويه وحطيها. ما كان هذيك زعما ترفدي هكذا وتحطي هنايا. حنا اليوم اونيو بليجي، اليوم حنا خدمنا بلي موان دبوغ اللي عندنا. فوالا حنا حاله خاصه اليوم، قلتي لي حاله خاصه. الطريقه الصحيحه باش ما تخسرلكش الطليان تاعك انك تحطي الحبات فوق الشباك تاعك وترفدي بلا كوبات ولا بعفسه وتفوتي الطليه وتخليها تقتر سور بلاص. ما كان له ترفدي هنايا وتحطي. ما شاء الله ما شاء الله فوالا، مفهومه الطريقه؟ مفهومه ما شاء الله عليك، قلت لك بلي فرحتيني. ما كانش ما شاء الله هكذا. بون ديري هكذا، ديروا في الوسط باش ما تدفقناش هنايا. الله يبارك شحال شابه طليه، شتي كيفاش تبرق ما شاء الله، تبرق ما شاء الله. تهبط وحدها وحدها البنات، ايه تهبط فوالا هكذايا هكذا فوالا. نسيت على روحي عمالاني في ليكول، قاعده نقول دوك تهبط البنات. تحيه كبيره للمتربسات توعي، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وكل عام وانتن بخير ان شاء الله يا ربي. انا ثاني كما يقول لك ننتهز الفرصه طاطا نعيمه ماما نعيمه اسمحي لي حنونه معليش قولي قولي كيما ترتاحي. ثاني نوجه تحيه لكونديدات توعي فوالا كامل، اللي في الخضاريه كامل، اللي في البويره، اللي في رويبا كامل. وكاين واحد الفوج عندي في الخضاريه مساكناني، كل ما نوطار ندير لهم نقول لهم سمحوا لي سمحوا لي، انا مشغوله انا مشغوله. هاو نسامحوا بيناتنا فوالا، لازم نسامحوا ان شاء الله. من رمضان عوده قويه باذن الله ان شاء الله باذن الله تعالى. عطيني ماما نعيمه عفسه نرفدها استني تشوفي. معليش غير موس يخي معليش 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 عفسه باش يشوفوها برك فوالا. ساعدك هذاك الموس ان شاء الله.
هكذاك خليها تخي بيان. بون وريها لهم ماما نعيمه كيفاش تبرق طاليه. الله يبارك فوالا تبرق ما شاء الله فوالا سي بون. ما شاء الله هاي طاليه تاعنا اللي دارتها لكم الشاف وشرحت لكم عليها. دونك انتم راح تمتهنوا هاد الوسمو هذه الطريقه هذه هكذا وتخلوها تدف ايه. فوالا عندكم النوار هذا الورد اللي يتباع ولا فوالا الورد شحال حبه نشفه المساعده تاعنا تجيب لنا حبه نشفه من المطبخ التحضيري من فضلك نوال حبيبه مطليه مطليه ونشفه ما فيها لا ورد لا والو ايه. وناهو الورد الورد هاو عندها ايه خدمي لنا ورده قدام المشاهدين دونك هكذا وتخلوها تنشف ابخي كي تنشف يعطيك الصحه يعيشك شحال شابه هذه هايله خدمتيها بعقلك هذا بغيون ولا دوك ماكري هذا قولي لهم فوالا كي تنشف شوفوا معنا الله يبارك يسلمك ما شاء الله يعيشك ربي يحفظك صحيتي يسلمك برك نقول لهم عفصه الحبه كي تيبس فوالا نقوها هكا من تحت تنقوها هكذايا موس ولا ما نخلوهاش هكذاك سايحه عليها تنشف مليح نقوها ابخي واش نديروا لها انا نجيب قطن عطوني قطن الا معليش قطن وين نجيبوا لك القطن ضحكتي معايا جبت طاطا على بالي ضحكتي شغل قلتي لي منا مش كاين لا لا هاي جبتي معاك مزيه ايه عطونا قطن معليش يعطيكم الصحه سمحوا لنا دونك قطن هكذا تكون حاجه نقيه بيان سور عندنا لاكري بون بالنسبه كاين هذيك لاكولور ماما نايمه اللي شفتيها هذه كامل الناس يقول لك كيفاش ما تشروش لاكري الفضي وماشي الابيض كاين لاكري كي تلقى في البواط مكتوب بلون دوغي ابيض ذهبي بلون دوغي هذا هو كيفاش نوريه لهم بلون دوغي هذا فوالا اذا كان اسيا كاين كاين نوريه لهم اليوم رانا هنا على جالهم الوغ لازم نعطو لهم هكا حتى مشكل ها هاي اللي كبيره يبان تخي بيان تخي بيان هذا بلون دوغي ماشي ابيض وماشي فضي شوفوا شوفوا معنا بلون دوغي هذا يخرج لك الحبات تبرق بالذهبي وشابه تشدو هكذا عادي كاين اللي يخدموا بالبانسو انا نفضل هذه الطريقه يجي رطب خير رطب وكامل تجوزي على كامل الحبه وتعطيك نتيجه مليحه تكوني مرتاحه اكثر فوالا هكذا بالقطن هكذايا بيان سو حاجه نقيه هكذا وتحكمي الحبات تاعك هكذا شوف هكذا ابخي تمسحي شوفي راهو طاير راهو طاير يصبح شباب شفتي المنظر شحال شباب تحفه هذا كامل في الماكخي السر تاعو في الماكخي مش قلنا ابيض ومش فضي بلون دوغي هكا بلون دوغي فوالا رايح للدوغي فوالا ميلونج بيناتهم فوالا شوفوا النتيجه اللي يعطيها لكم ما شاء الله يعني هكذا شباب لما تزيد لها حتى سي تخدمي لنا وريده صغيره نخدم في خاطرك نخدم لك زوج الله يسلمك الله يسلمك نو باش نمر لهم كيفاش اكيد عطيني ندبر راسي وانت تجيبي لنا العجينه فوالا باتا سكر يا اخي اي باتا سكر جيبي لي باتا سكر او كلش هنا بون اعطينا ورده برك وجده اعطيني الكبيره هذيك نمسحوا دائما البلان دو ترافاي تاعنا دائما اعطيني لي بالورقه لي داخل الحبه فوالا يعيشك صحيتي بون هاملك الوردات تاعنا اللي نديروهم داخل الحبه فوالا جيبي الزوخ شويه هذه تخدمي هذه مني تخدمي ولا تسلمك تعيشي يعيشك بون اه جات واقفه فوالا يقدروا يلصقوها بالطليه فوالا فوالا تلصقيها ديري الطليه هكا في التوغ باش تفيكسا لك الحبه باش ما تضليش فوالا هاي فعلا. شوفوا معنا فوالا هاي لك الله يبارك ايه كيك عاو عليها الكلام يسلمك ربي ما شاء الله يعيشك ماما مع هذاك واسمو اللي يقولوا له نابخون واش يقولوا له لونغورزا هذا لونغونزا اللي يجي قبلها واسمو فوالا هذه هي ما شاء الله شابه حطوها هنا يسلمك باش يستمتعوا بالمنظر تاعها الشباب يعيشك ربي يخليك دونك باش نخدموا هذه الورده شوفوا هذه الورده بزاف يحبوها الناس فوالا شوفوا شحال شابه بزاف يحبوها الناس وبزاف يتسالوا طريقه العمل تاعها ويعني حتى وان كان بزاف ورود بصح هذه الورده عندها مكانتها وما تروحش كلاسيكيه وما تروحش اكيد بون بالنسبه للورده هذه شوفوا واش عندنا عجينه الكامباست ماشي عجينه السكر الكامباست هذه خاصه بالورود انا شخصيا نصنعها هكذا لكن دوك راها تتباع كاين تتباع هكذا ماما نعيمه تتباع دونك هذيك اللي تتباع انتم ما تخدموش بها مباشره
على خاطر ما راحش تنشف لكم هكذا، تجيبوها تشوفوها هكذا يبسايتو، لا لا جوست بدي تخدمي فيها هكذا ماما نعيمه راح تطرنا فوالا هكذا. واش نضيفوا لها؟ نضيفوا لها تيلوز، واحد الماده يقولها تيلوز باش تنشفنا تمتم، باش تنشف تمتم فوالا. نجيبوا التيلوز تاعنا هذا فوالا، نضيفوا غير شويه عليها باش تنشف لنا الورده تاعنا، وباش تنشف لازم تبات ليله كامله فوالا. هكذا تكفي. بون المرحله اللي راح نديرها، تلقاو التيلوز على شكل ماده سائله، كاين تيلوز بودغ بودر، لا كاين ماده سائله تباع، ما تلاقيتش به، تلاقيت به ماده سائله، لكن في هذه من الاحسن يكون بودر على خاطر السائله حيزيد حيزيد يجريها وتجيك صعيبه في الخدمه. صح دونك بودر خير. دونك هكذا تخدميها تري تري بيان فوالا هكذا. وشنو اللي يخدم هاد الصوالح ماما نعيمه؟ لازم يكون يحبهم، لازم يكون يحبهم، يحبها ماشي يتقنهم، عندها تسعه الخاطر كما يقول لك عندها. لا 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 فوالا هكذا، دخلي مليح التيلوز هذا هنايا فوالا هكذا. ابخي تشدي الحلال نتاعك ابيض، هذاك الحلال الابيض ولا تقدري بهذا ولا ما تقدريش؟ لا لا عندي واحد سبيسيال تاع عجينه السكر ابيض. المساعده الكريمه هاوليك هنا هنا هاو هنا اي فوالا تفضلي. دونك هاد المرحله اللي راح نديرها انا بهذا، هذا ماشي تاع اللوح، تقدري يعني مش ضروري هذا هكذا، تقدري تسلكي راسك بهذا عادي تقدري، مي بصح هذا سبيسيال مو زعما الهاديه. كاين هاد المرحله اللي راح نديرها يخدمها بماشينه، ماشينه تاع بقلاوه، تسرحي لاباط حتى لخمسه ولا حتى لسته، حتى لخمسه فوالا، تسرحيها هكذا مليح هكذا. ديري دوائر؟ لا لا دوك نقول لك ماما نعيمه فوالا. دونك هذه هنا سرحناها هكذا، شوفي هي قد ما ترقيها تجي شابه، قد ما تعطيك لي في ناتشورال تاع الورده تجي شابه فوالا، قد ما ترقيها تعطيك لي في ناتشورال تاع الورده، معناتها الورده تبان طبيعيه اكثر. صح واكثر. بون هكذا تسرحيها وتخليها. بون قبلها واش نديرو؟ نسيت عفصه ماما نعيمه تيش تاع الورده، هاديه هادي قبل نديرو هادي. هادي كاين هاد السلك، هاد السلك يتباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات ولا عفوا لوازم الخياطه. هكا نجيبوا هذيك الخضراء يا ربي خلاص توفا بيها، معليش قولي لهم اللي تباع كاينه هكذا موجوده الغوبون. فوالا الغوبون نسيت اسمه فوالا، حاشيه فوالا حاشيه اي فوالا غوبون فيغ هكذا. بون سي بون سي بون خلاص. شوفوا كيفاش ديروها، هذه هذه لازم، هذه اللي نبنوا عليها الورده تاعنا. سهله ماشي كاع حاجه واعره، نديروا هكذا دائره شوفوا معايا، ابخي نشكلوا على شكل دمعه. شوفي ماما نعيمه هاني نشوف فوالا هكذا، هاي لك الدمعه تاعنا. سهله 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 سهله. واش ديري؟ ابخي ديري هذاك، جيبي هذاك السلك تكوني جوزتي عليه هذا الغوبون وتدخليه، دخليه هكذا تخليه ينشف، وتخليه ينشف هكا، تخدمي هكذا وتخليه ينشف. كيفاش ينشف؟ لازم يبات ليله كامله. تخدمي هذا وتخليهم هكا قاعده، خدمي وحطي خدمي وحطي حتى تكمل العدد المرغوب فيه. فوالا مفهومه هذه؟ مفهومه بزاف. هايله. دوك انا عندي هذه في اللون الابيض، هذا ماشي مهم واش من لون يكون، خاطر راح يتغطى ماما نعيمه ما يبانش. ماشي شرط يكون كيما لون الورده، المهم شكل القاعده تاع الورده. فوالا المهم شكل القاعده. دونك هذه تقعد هنا هكذا. ابخي هذا راهي بس جبناه درنا هذاك الشكل خليناه ليله كامله راه جف. دوك نروحوا لتشكيل الورده، واش نديرو؟ هنا رققنا العجينه نتاعنا، عندنا هادو نخدموا بهم هذه الورده، هذه كاينه لاسيري ماما نعيمه كبيره هكذا حتى الكبير. دوك حنا نسحقوا زوج الاولين الصغير واللي فوقه، نوروا لهم هديه برك، هذه ميديوم هديه، وهما من بعد يكبروا شحال يحبوا. فوالا هديه ايه، هادو ما نسحق غير هذه. شوف نسحقوا صغير كامل، نسحقوا زوج منه فوالا هكذا. فوالا نسحقوا زوج الاولين هكذايا، نزيدوا واحد فوالا. واش نديروا؟ دونك المرحله الاولى نجيبوا هاد الاعداد، نشدوا الورقه تاعنا الاولى هذه، لازم فوق هذه ماما نعيمه فوالا، نرققوها ماشي هكذا هكذا. شوفوا شدوها هكذا، الا معليش الكاميرا مال هنا تركز معايا. بون هكذا هنايا، هذا ماشي هنا فوق الورده لداخل، النص الكبير لبرا باش تشرشف لك ماما نعيمه، باش ديري هاد الوتور جوغ ترقق لك فوالا هكذا، لازم النص الكبير لبرا ماشي للداخل هكذا فوالا هكذا. المهم ما قدرتيش هكذايا رققيها هكذا عادي، المهم تترقق لك. واش نجيبو؟ نشدو بانسو، نجيبو غراء غذائي
ليكول اليمونتير هاو يتباع. ما لقيتيش يتباع تجيبي قرعه تاع مسعيده ولا تاع معادي، قرعه تاع ريتلا ولا تاع نص، ديري مغرف تاع تيلوز وخليه لداخل الغضون داك، خدمي به غذائي بلا ما تروحي تشري هذا صغير و داكوغ. دونك نكملوا تشكيل الورده تاعنا. المرحله الاولى اللي نديروها هي انه نشدوا الغراء الغذائي تاعنا هكذا، نشدوا البيطال تاعنا هذيك الورقه. اولا نشدوا هاد باش نركبوا عليها الورقه تاعنا. فوالا هذا واش نديروا، نشدوا هذه هكذا، فوالا هكذا، شوف هكذا وري لهم، فوالا شوف هكذا. بالمقلوب، فوالا بالمقلوب هذه بهذه الطريقه، فهمت هكذا. هاي لك شدوها هذه، ندخلوها مليح هنايا الاستعانه، بس استعنتي هنايا بالغراء الغذائي. خلاص غراء غذائي لصقوا به، ومن بعد نزيدوا نجيبوا نشدوا توجور نخدموا بالغراء هذه اللي هنا هكذا باش نشكلوا قلب الورده. ماما نعيمه فوالا هكذا هنا، معليش كيما كانت هكذا كملوا ديروا لها عادي، هي تجي كيما هكا. دونك هكذا هكذا هي لي باك، خذي راحتك خذي راحتك. فوالا خدمتك متقونه ما شاء الله، يعيشك. بون تو اوبليجي توري للناس باش يقول لك اللي جابتها نفسها اللي راح تخدمها. فوالا هاي لك قلب الورده تاعنا، الصدق والمصداقيه، القلب تاعها جيد ما شاء الله. هكذا دونك نروحوا للمرحله الثانيه، هذه دائما تكون عندك هكذا تحطيها باش تغرسيها تما باش ما تنشف. نروحوا للمرحله الثانيه اللي فيها زوج. بون نروحوا نشدوا اي، ماما نعيمه هادو ما راهم يتباعوا في المحلات، تاع سيلي واسمو سي دي زومبرانت. فوالا دي زومبرانت، دي زومبرانت يتباعوا تاع سيليكون، يا اما هادو كيما حبيتي. فوالا دونك انا خدمتها بهذه، هاد لاك تشوفي فيها خدمتها بهذه. دونك هكذا نحطوها فوقها هكذا ونعبزو ونزيرو باش يعطينا لي في هذاك تاع البيطال، تاع البيطال فوالا، تاع البيطال فوالا. هكذا نزيرو ونخرجوها، نخرجوها فوالا. ثاني واش نديرو لها، نرققوها في الطرف توجور كيف كيف هكذا، نشوف الا راه يبان مليح ولا لا. لا يبان سي نحيهاتو فوالا، شوفوا هكذا توجور هنا في الطرف رققوها، هذا ما كان في الطرف نرققوها. عندنا انت شويه هنايا قدام هكذا نرققوها في الطرف، نجيبوا هذا ثاني يتباع كيف كيف هكذا نديروا فوالا ستار يا ربي. بون هكذا من جهه واحده نزيدوا نفس الطريقه مع الثانيه هكذا. هذه لازم لها ممارسه، ممارسه بصح سهله، سهله سهله سهله. فوالا هكذا نرقق في الطرف، فوالا هكذا نشد هكذا غير من جهه، شوفوا غير من جهه هكذايا، ديري لها هكذايا هذاك لو ستيلو هذايا، هذا لو ستيلو فوالا 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 فوالا. هذاك لو ستيلو يعاون بزاف، هذا لو ستيلو فوالا هو اصلا يتخدم به، لازم من الادوات لازم تكون كاينه. دوك نشدوها دوك هنايا في هذه المرحله، نشدوا بالعكس لازم هكذا الورده دوك تاعنا نبنوها بهذه الطريقه، نقلبوها ماشي هكذا، نقلبوها هكذا توجور لونفيرس تاع الورده. فوالا توجور نديروا الغراء الغذائي هكذا، نروحوا لهنا للورده تاعنا للبيطال تاعنا عفوا. هاوليك شوفوا كيفاش نديروا الغراء هنايا الفوق نتاعو من الفوق. فوالا هكذا نشدوه نحطوها هكذا، ماما نعيمه هايلك الله يبارك. شوفي هي بدات تبان فوالا، نحطوها هكذا نكملوا لهنا، هذه نجيبوها هكذا ندخلوها، شوف هكذا فوالا هكذا هكذا. دوك هذه الاولى هكذا، الان الثانيه نفس الشيء فوالا هكذا، نحطوها انفصليها، شوف نحطوها انفصليها صح انفصليها. دونك هذه تجي هكذا، هذه هنا هذه ندخلوها هنايا، شتي كيما الاولى دخلناها من زيرناها، هذه الكوتي ثاني نزيروه منا فوالا. ها باك نزيرو هنا دائما فوالا، هاي بدات تبان فوالا هاي لك هاي بارك ورده غير ما بدات تفتح ما شاء الله. هايلي صافي كملوا هكذا لي بنفس الطريقه، شحال لحقوا دوكا؟ ثلاثه دوكا نزيدوا ثلاثه وصاي، ثلاثه لي بيطال بنفس المول
نفسه نفس العمليه نفس الطريقه نفس كلش هكذايا حتى نتحصلوا على هذه نتحصلوا على هذه فوالا وهذه كبيره هذه ثلاثه فوالا هذه ثلاثه معناتها زيدوا ثلاثه لي بيطال هكذايا في المول هذا هكذايا تخدموه بنفس الطريقه وتلصقوهم بنفس الطريقه زيدوا حبيتوا تكبروها خمسه ديروا خمسه لي بيطال ابخي كل ما يحبوا يكبروا يزيدوا لي بيطال كل مرحله نزيدوا زوج كل مرحله نزيدوا زوج فوالا هكذا حتى نوصلوا سبعه تسعه حتى تولي كبيره هذه فيها سبعه الله يبارك شوي با هي فيها سبعة. مليحه لا باتيسري هذه كي تخدمي فوالا 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 هكذايا نكملوا بهذه الطريقه قلتي لي نكملوا بهذه الطريقه واش نقول لك شاف بارك الله فيك يعطيك الصحه على التفصيل وعلى الشرح الممل هو ماشي ممل احنا باللغه العربيه نقولوا الشرح الممل بصح صدقيني شرح ممتع يعني نتصور كل السيدات الكريمات استفادوا من هذه الحلقه ان شاء الله ان شاء الله وهذه الوصفه تاع الكعكات راهي مطلوبه بزاف بزاف ان شاء الله ان شاء الله تكون تفيدهم وان شاء الله يخدموا بها وتنجح لهم نورمالو احنا كملنا الوصفه ان شاء الله كملنا سيبو واش نديروا حنايا نروحوا فاصل ونعاودوا نرجعوا باش نشوفوا كل الوصفات في طاولة التقديم ما تروحوش بعيد مرحبا بكم معنا من جديد في هذه الطاولة الرائعة اللي قدمتها لنا الشيف أم هند أم هند واش راهي هند عندك غير هند لا عندي عبد الإله هند مؤمن نورين بسم الله ما شاء الله ان شاء الله يا ربي يحفظهم ويخرجوا لك احسن ناس ان شاء الله ربي يحفظك مع اولادك ان شاء الله ماما نعيم يعطيك الصحه على الحلقه المفصله والممتعه في نفس الوقت يسلمك يا عيشك ويعني والناس بزاف راح يستفادوا منها ان شاء الله يا ربي هذه الحلويات اللي جبتيهم بزاف مطلوبين يسلمك ان شاء الله هذاك هو الهدف تاعنا تفضلي شرحي لنا واش درتي لنا كعكعات كما شافوا معنا مرحله بمرحله مرحله فيها ثلاثه يعني الله يبارك هي طويله قلنا نفس العجينه يقدروا يديروا بها العرايش تشارك مسكر تفضليها يعني بتشارك وصفات واحده ايه تشارك كذلك خدمنا له هذا البوكي تاع الفلوغ ان شاء الله هاوليك يعطيك الصحه تقدروا ثاني تحطوه فوق الكعكعات اتقان ما شاء الله يسلمك هاوليك شي لصقوه فوالا فوق السكر ما يلصقش فاسيل بكل اليمونتيغ تلصق فاسيلمون فوالا ما شاء الله يعطيك الصحه يسلمك دونك عندنا على الكاطو الشوكولا هذا فوالا انا هذا صابلي صابلي بريستيج سامبل اقتصادي نعطي لهم الوصفه اذا ممكن اكيد اكيد تفضلي بون فيها 200 وصفه ناجحه فيها 250 مارغارين فيها نص كاس سكر غلاس فيها كاس غير ربع مايزينا فيها 2 صفار وحده كومبلي لافاني وقرصه ملح ما شاء الله دونك هادوما نابليكيهم في المول تاع قولي لي عليها ماما نعيمه تاع الحديد فوالا مش ما نقولكش اعطيني الكوكياج فوالا هاني قلت اعطيني حبيبه نشوفها دقيقه وربما نقول لك بالك تاع الكوكياج هاني لقيته تاع الكوكياج فوالا صافي ما يكثرش خيري فوالا لا لا يكثر خيرك يعيشك تعيشي حبيبتي سي فغي هاي تاع الكوكياج شوفوا معنا هاي ليك فوالا هادو موجودين شتهم تاع الحديد انايا تاع الحديد اي فوالا دونك هم في لابواط تمايا اذا ما عرفتش تجيبوا لنا المساعده الله الله اعلم الله اعلم فيهم حشوه لداخل فوالا فيهم حشوه فيهم انفاكس اي فوالا قسميها ماما نعيمه معليش هذا الموتيف نقسمها هذا الموتيف نحيه معليش بسم الله ما شاء الله طريه طريه إيه الوصفه ناجحه دونك فيها هنا لا كريم او بور زبده 250 زينه ما انا كي قسمت لازم ندوق بيان سور بسم الله تحفة بدون مجاملة بصحتك عجينة هشة هشة فوالا ما شاء الله عليها بارك الله فيك عجينة ناجحة 100% الحشوة كذلك درت لهم لا كريم او بور كريمة زبدة فيها 250 زبدة فيها كاس سكر غلاس وفيها نضربوهم مليح نطلعوهم بيان سور ندير لها زوج مغارف شوكولا طاغتيني اي ذوق تحبوه مليحة البنة هايلة فوالا سامبل وثاني درت لهم الكابريس دوكا يتباع كابريس في لي بواط دايبه هذيك جهه حطوا فيها لا كريم الجهه الاخرى حطوا فيها الكابريس فيها شويه جوز هكذا من الفوق مدشش ماشي حاجه غير شويه برك ماشي لوز جوز لازم يكون طري باش كي ناكلوه لا تيكستور تاعها تجي كامل هشيشه طريه ماشي يجي يابس اللوز نلصقوهم ونغلاسيهم بشيكولا وهذا الموتيف اللي راهو كاين راهو طوندونس هذا تاع الورده راهو يتباع شيكولا عادي ذوبوها على حمام مائي نديروها في المول هذاك ما نديروا حتى اضافه
اومبخانت هو ثاني يفرغوا الشوكولا فيه بعد ما تذوب. فوالا اومبخانت. اومبخانت فوالا. يستناوه ينشف ومن بعد يقشروه. فوالا فوالا يحط يذوب الشوكولا ما يزيدولها حتى اضافه يديروها في هذاك المول يحطوه في فريجيدار ابخي 5 مينوت ولا يكون تيره كما نقولوا حنا شدوا نشف فوالا ويحطوها من الفوق هذا ما كان. بارك الله فيك. ولذيذه جدا وسهله وهادشي شرطتها خلاص. يعني شك اقتصاديه وصفات مليحه للعيد وغير مكلفه. بارك الله فيك شاف يعطيك الصحة شرفتيني. يسلمك شرف لينا يا عيسى. وشرحتي بطريقة مفصلة. إن شاء الله يا رب. السيدات أكيد راح يجربوا هذه الوصفات ويدعوا لك بالصحة والعافية. إن شاء الله هذا ما كلينا وليكم إن شاء الله. عندك إهداءات للعزاز عليك للناس القراب لك. يسلمك بون يعطيك الصحة. أول شخص أثني صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. عليه الصلاة والسلام. شكون واحد أعز عليك تقدمي له التحية هو الأول؟ الزوج تاعي. ربي يحفظه. عندك الزهر جبتيها سواسوا. فوالا عندك الزهر. الدعوه ليما وبابا ربي يرحمهم. راهو دعمك الزوج الكريم. يسلمك كما يقول لك برادر وتاعي. ربي يحفظه ان شاء الله في الدنيا والاخره. ان شاء الله مع زوجكم كامل ان شاء الله. كامل لافامي موحوش وين ما كانوا، ناس الخضاريه كامل، لي كونديدا توعي كامل، اللي يعرفوني كامل، ما نذكرش باش ما نخلي حتى واحد يزعف واحد. الوالدين الكريمين. ربي يرحمهم. ربي يرحمهم ان شاء الله ويرحم جميع موتى المسلمين ان شاء الله يا ربي. لافامي موحوش كامل مما كانوا في الخضاريه سوغ الجي كامل، لافامي قدواري، لافامي ملوان، لافامي قايلي كامل، مملوك كامل، ان شاء الله ما نسيت حتى واحد إن شاء الله. واللي يعرفوني كامل. وليداتك. فوالا وليداتي بيان سو، ربي يحفظهم مع وليداتكم كامل ان شاء الله ويسترهم كامل ان شاء الله وينجحهم كامل يا ربي. وان شاء الله تكونوا في دناكم اليوم. اكيد اكيد ما فيها حتى شك. نقول عفسه برك اللي حبت ان شاء الله تجي، حبت تتعلم، انا مكونه في الحلوى التقليديه مدينة الأخضارية، المحل تاعي متواجد في الليسي، يعرفوا ناس الأخضارية الليسي. اللي ما يعرفش واللي يعرف. فوالا، رقم الهاتف تاعي 0795-83-27-95 حلويات أمهن. عاودي بلا عقل، عاودي باش يسمعوك، عاودي. دونك قلت رقم الهاتف فقط عاودي. رقم الهاتف 0795-83-27-95. بارك الله. المحل فيك. متواجد في الليسي بمنطقه الاخضاريه. مرحبا بكم وشرف لي اليوم جيت معك ماما نعيمه حبيبتي الغاليه. غير صافي بليزير تعيشي. يعني ما شاء الله انسانه طيبه، حسيت بالراحه معك، ما حسيت حتى بطوط، كنت خايفه مالغري صح. والله غير يعني الله يبارك عليك. شهاده اعتز بها. كي نشوفوك برك والله غير نحسوا بالراحه، ما خلتناش نحسوا بهذاك الكومبلكس وهكذا هكذاك يعني عفويه. تحيه العفويه. والله شوفي كي كنا جايين في الطريقه اللي واش راكي مقلقه، قلت له خلي تروحي هكذاك عفويه، ما نقيد روحي ما نتلف لي وش لا لا جوزة حلقه ما شاء الله. يعيشك صدقيني ما عندي لا ناقه لا جمل، ماني نجامل فيك ما والو. الحلقه تاعك رائعه والشرح تاعك مفصل، معناتها الناس استفادوا منك ومن الحلقه تاعك. نتمنى يجربوا هذه الوصفات ويدعوا لنا بالصحه العافيه ان شاء الله. شكر فقط لسناء. سناء يعطيك الصحه، جات معايا يعطيها الصحه. تحيه كبيره لسناء. عيتها معايا ما كان حتى مشكل. اصدقاء هذوما خاوتي كامل، طفالاتي، سلافاتي كامل، ولادهم كامل، نقول لكم يعطيكم الصحه. شكرا. شكرا ماما نعيمه. شكرا الجزائريه انوان اللي اعطتنا هذه الفرصه. المزيد من التالق ان شاء الله. رمضان مبارك وعيد سعيد ان شاء الله، ونتلاقاو في الصحه ولنا ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه وبارك الله فيكم. ما نزيد حتى اضافه على الشيف زينب ام هند، ما نزيد عليها حتى اضافه. نعاود نجدد الترحاب بك للمره المليون. الدار دارك، وقت ما حبيتي تجي مرحبا بك. بالعكس حنا نفرحوا بك ونفرحوا بالوصفات اللي تجيبيهم لنا. في الاخر واش نقول لكم؟ كما العاده والعوايد، كما العاده والعوايد، ونقول لكم تبقوا على خير في الحلقات القادمه باذن الله تعالى. سلام. مع السلامه. شكرا.